إذن صباح الخير أحمد. صباح الخير إلهام، صباح الخير مشاهدي الكرام. إذا كما تفضلت نحن الآن في أحد المزارع ببلدية بيرتوتا للحديث حول تفاصيل أكثر عن أو للوقوف ميدانيا عن انطلاق عملية الإحصاء. في هذا السياق يحضر معي أحد الأعوان المكلفين بالإحصاء على مستوى بلدية بيرتوتا. سيدي صباح الخير. صباح الخير أخ. نعم سيدي، حدثنا عن تفاصيل عملية الإحصاء، كيف تكون، من هو العون المكلف بالإحصاء، وتفاصيل عن الاستمارة. على كل حال عملية الإحصاء هي جارية إن شاء الله يعني على مستوى الجزائر العاصمة، وبالضبط انطلاقة راهي كاينة هنا من بلدية بيرتوتا، والعملية سيرة في أحسن ظروف إن شاء الله وربي يوفق إن شاء الله. وبالنسبة للعون الإحصاء هو إطار من الإطارات الفلاحة، يعني هو مكلف بالعملية هذه من أجل نجاح يعني هذه العملية. نعم، ربما ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيها الإحصاء؟ اللباس، الاستمارة وغيرها. اللباس لازم يستبيان، لازم يبين نفسه يعني باللباس وبال هذا الشعراء إلى آخره، ويكون يعني تكون تهي بريباراسيون، هكذا بريباراسيون مع الفلاح يعني هيئة مع العملة التحسيسية اللي تكون سبقة العملية هذه، يعني من أجل يعني وجود ظروف الملائمة يعني من أجل سير هذه العملية. حدثنا شوية على الاستمارة. يعني الاستمارة هي على كل حال هو بما يسمى استبيان، اون فرونسي نقولوا كيسيونير، هو فيه معلومات اولا يعني خاصه بال الفلاح او الصنف، معلومات دقيقه بيان سور بالضبط. اما الجزء الشطر الكبير من هذا الاستبيان هو المخصص للنشاط الفلاحي، النشاط الفلاحي تاعو اللي راه يقوم به من امكانيات كمباني التربيه كالاشجار المتواجده بانواعها الى اخرها. هناك يعني نشاطات متعدده في الفلاحه، كل مستثمره والاختصاص تاعها. نعم يعني سامحني، كاين المستثمره اللي يغلب عليها يعني التربيه يعني الحيوانيه، كاين المستثمره اللي العكس يغلب عليها تربيه الاشجار المثمره من حمضيات ومن يعني ذات النواة وذات الفرقتين إلى آخره. هو التسجيل يتم جرد كل ما هو تسجيل هو لحسب هذا الاستبيان تاع هذه السنة هذه تاع هذه العملية بالضبط، هو أخذ معلومات دقيقة على كل نشاط فلاحي، من مساحة، من الإنتاج، من نوع الإنتاج إلى آخره. شكرا سيدي، شكرا على هذه المعلومات القيمة. إذا نعود الآن إلى رئيس الغرفة الفلاحية السيد إبراهيم جريبية للحديث عن التحضيرات التي سبقت عملية الإحصاء، وكذلك عن أهمية هذه العملية بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي على وجه خاص. مساء الخير عم إبراهيم. عم إبراهيم، حدثنا على أهمية هذا الإحصاء، كيفاش حضرتوا لهذا الإحصاء؟ نعم، كما كان تفضل الأخ اللي مكلف بالإحصاء، كان في الشهور هذه اللي فاتت كان يعني تكوين في الميدان هذا، كانوا هذو لي ريسونسور كونوهم، وكانوا يعني دي سوبرفيزور وكانوا دي كونترولور، هذو قاعد كونوا. واليوم رانا هنا في مزرعه عليب وحجه الكائنه في بلديه بيرتوتا، وين هذا درنا الانطلاق الرسمي على مستوى ولاية الجزائر للانطلاق الرسمي للإحصاء. الإحصاء اللي راح ينطلق اليوم 19 مي ويدوم مدة شهرين حتى ل 17 جويلية. الاختيار تاع التاريخ هذا ماهوش يعني اختيار يعني هكذاك جا صدفة. عنده رمزية أخي أحمد، يعني 19 مي هو عيد طالب هنا يعني في سنة 56 كانوا الطلبة هاجروا يعني مقاعد الدراسة وراحوا مع إخوانهم مجاهدين،
طلبة كي نتكلموا على طلبة يعني المعنى ولا المغزى هو العلم. وهنا اللي راح يعني نديروا يعني العلم في الفلاحة. مادام السلطات العليا اخويا احمد دائما تكلم على راسهم رئيس الجمهورية تكلم على استعمال العلم في الفلاحة، خلاص يعني الفلاحة التقليدية. هنا نعم عم ابراهيم، يعني ربما البعض يقول ولاية الجزائر ليست ولاية فلاحية، أنا حابين تفند هذا الاعتقاد أن ولاية الجزائر فقط بنايات. نعم حقيقة يعطيك صح، يعني الناس عندهم مفهوم غلط على ولاية الجزائر. ولاية الجزائر كولايات الأخرى يعني لا تنقص يعني أهمية من في الفلاحة. تقريبا عندنا 28 هكتار صالحة للزراعة. مشاهدينا نعود إلى لمتابعة أخبار الاقتصاد، أعود إليك إلهام. شكرا أحلام، وأنا بدوري أعود إلى المباشر مع الزميل أحمد أرشدي. نعم إلهام، إذن يتواصل النقاش هنا مع ضيفي العزيزين إبراهيم جريبية رئيس الغرفة الوطنية الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، والسيد تومي محمد فلاح انطلقت من مزرعته أو مستثمرته عملية الإحصاء هنا في الجزائر العاصمة وبالضبط بلدية بيرتوتا. السيد تومي، أنت كفلاح كمستثمر فلاح هنا في الجزائر العاصمة، ما الذي تنتظره من عملية الإحصاء؟ من عملية الإحصاء بريميرمون تكون عندنا إيدونتيتي عند الدولة، نكونوا معروفين عند الدولة، وتسهلنا الأمور في الاقتناء لي سيفونسيون اللي ديرهم الدولة، يستفاد بهم الفلاح الحقيقي ما يروحوا نيغوش نضربت عليه. أراه مصنف عند الدولة بلي فلاح، يحط لكارت تاعو ما يسحقني كارت نيريان ديتو، يدفع الكارت تاعو يكون معروف، معروف شحال عندهم الشجرة، شحال عندهم رأس غنم، شحال عندهم رأس بقر، يتسمى تكون تسهل للدولة وتسهلوا ليه الأمور، تسهلنا كاع الأمور، راح نسهلوا على بعضنا بعض اللي طاش كاملين. وهذا الشكر نشكروا فيه الدولة على كل حال، ونشكروا وزارة الفلاحة اللي مشات في الأمر هذا، وتبان لي دونتيتي تاع الفلاح، يبان الفلاح وماهوش فلاح. سيد تومي، قلنا يعني البعض قد يستغرب أنه الجزائر العاصمة يظن أنها ولاية غير فلاحية، لكن أنت يا نموذج يعني الفلاحين المستثمرين في الجزائر العاصمة، حدثنا عن مستثمرتك، المنتجات التي توفر عليها، نوعية النشاطات. احنا الحمد لله ولله الحمد عندنا مستثمرة اللي فيها 22 قطار في العاصمة، اللي تنتج فيها 80% من المستثمرة كامل الشجرة بين برتقال وقارص وكليمونتين اللي هي المندرين حمضيات، ومنطقة تاع العاصمة راهي منتجة معروفة بالحمضيات ومشهورة بالحمضيات، كانت تصدر الحمضيات فيما مضى، وكانت تصدر غير منطقة هذه كانت تصدر توكل كانوا يعطوا لها الجرونيد لوروب العاصمة. اليوم كيف تقول لي انت العاصمة ما هيش منطقة فلاحية؟ منطقة فلاحية بامتياز، انا بالك راني الديرني عندي 22 قطار، وهناك من يملك اكثر، وكاين اللي يملك اكثر، كاين اللي عنده 100 قطار 200 قطار بلوس عندنا اللي لازاري اللي كاينين في العاصمة ما كاش في مناطق اخرين. طبعا لازاري اللي راهم حنايا عندنا، انا واحد من الناس 22 قطار، عندي لازارة تاع 2000 راس بقر، ترفد 2000 راس بقر، وما بالك ناس اخرين بالك عندهم واحد عنده 3000 4000، ونقدروا نمشي وان شاء الله مع هذه المبادره اللي دارتها الدوله تاع الرقمنه نمشيوا لقدام ان شاء الله، ونديروا امور اللي يشرفونا ويشرفوا الدوله الجزائريه ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله كل الفلاح ان شاء الله الفلاحين يمشيوا على حذوك، يحذو حذوك وتكون نموذج يعني الفلاحين الناجحين. نتمنى لك كل خير. اذا عوده الى السيد ابراهيم الجريبية للحديث قليلا عن الفلاحة هنا في الجزائر العاصمة، عن المنتظر من هذا الإحصاء. عم إبراهيم، ما المنتظر من هذا الإحصاء؟ وحدثنا قليلا عن إمكانيات الجزائر العاصمة. لا، إمكانيات الجزائر العاصمة كما تكلمت يعني عندنا تقريبا 28 ألف هكتار، 28 ألف هكتار تاع مساحة صالحة للزراعة، وكما تكلمت في السابق يعني عندنا موجودين في المراتب العشرة الأولى ببعض الشعوب،
نعاود نولي كما تكلم الاخ المستثمر في الحمضيات، رانا موجودين في المرتبه الثانيه وطنيا بعد ولايه بليده في 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 المساحات، تقريبا عندنا تفوق 6000 هكتار تاع حمضيات، وولايه الجزائر هي متيجه معروفه يعني بالمنتوجات تاعها، منتوجات تاعها موجودين في المرتبه الرابعه في الانتاج، عندنا اكثر من 1,200,000 قنطار يعني تاع حمضيات. وكنت شفتوا يعني في الصالون اللي انعقد مؤخرا يعني في على مستوى الجهوي في الاخر، وين شفتوا المنتوجات ويا الفلاح راه يعمل، الفلاح راه يعمل، والرقمنه هذه اللي رانا واصلين لها على مستوى الغرفه راح تعطي يعني قاعده بيانيه تاع واش عندنا في على مستوى الجزائر. هذه تسمح لنا، وهذه جات في مرحله وين كان ديناميكيه على مستوى الميدان، الفلاحين يعني يواجهوا التغيرات المناخيه، يواجهوا حتى الغلاء تاع المداخلات، ولكن مازال مستمرين في الانتاج تاعهم، في العمل تاعهم على مستوى الميدان. هذا يدل يعني كي وصلنا للنتيجة هذا، وين اكو شفتوا يعني الحصاد اللي في الجنوب، يعني حاجة كبيرة، يعني الناس فرحات، الشعب الجزائري فخورين يعني بهذا الإنتاج. الآن وصلنا لمرحلة واحدة أخرى اللي هي الرقمنة، هي الإحصاء، هذا اللي حب يعني يعطي يعني خطوة كبيرة للأمام باش نوصلوا يعني الهدف المنشود اللي هو الأمن الغذائي المستدام. نعم، شكرا سيدي إبراهيم جليبية. زميلتي إلهام لو سمحتي وسمح الزميل المصور، نريكم الآن الاستمارة التي يتم ملؤها في عملية الإحصاء، هي استمارة زرقاء كما تلاحظون، فيها كل المعلومات، معلومات عامة، تعريف المستثمر أو الفلاح، هناك معلومات عن كل النشاطات، الطول، العرض، نشاطات المستثمرة، تربية نباتية، تربية حيوانية، كل أنواع الأشجار، عدد الأشجار، كل التفاصيل، حتى يعني أشجار النخيل، أشجار التين، الزيتون، الرمان وغيرها. هناك تفاصيل عن الزراعة مروية أو يعني مسقية بمياه الأمطار، هناك تفاصيل عن كل الأمور، مباني الاستغلال، العتاد الفلاحي، الموارد المائية، حتى عن العمال، عدد العمال الموسميين، المؤقتين، عدد العمال الدائمين، يعني تفاصيل دقيقة جدا. الاستمارة مكونة من أزيد من 6 صفحات كما تلاحظون، فيها كل المعلومات الدقيقة عن المستثمر الفلاحي والفلاح. كل هذه المعلومات الزميل أحمد راشد الأكيد ستساعد في معرفة وإحصاء الثروة الوطنية يعني بكل أنواعها. دي بروفيسيونيل. نعم، دقيقة فقط سيد إبراهيم جريبي، يريد تقديم معلومات حول هذه الاستمارة. نعم. الاستمارة هنا هذه داروها دي بروفيسيونيل، دي سبيسياليست اللي درسوا، وهنا كل حاجة اللي موجودة في الميدان السطحية أو حتى الموارد المائية تاع الشابتال كاع لهنا، كل اللي داير شراكة يخرج، اللي عنده فلاح ما عنده الصفة يخرج لهنا. دونك لازم نحصوا كل الحاجة اللي موجودة في المزرعة، دونك الفلاح وفوق الأرض وتحت الأرض، وعلى هذا باش تكون يعني الدولة سخرت كل الإمكانيات. كانوا الاخوان يعني لي زونكيتور هذو اللي على مستوى ولايه الجزائر تقريبا 50، كان 3 سوبرفيزور دي كونترولور، هذو الدوله خسرت، وخاصه الولات اللي راهم يعني حارسين واقفين على العمليه هذه، اللي السلطات العليا تعطي اهميه كبرى لنجاح هذه العمليه. وهنا كانوا تكونوا في الاشهر الاخر، هذو اللي الاخر منا. دونك ان شاء الله نطلبوا النجاح لهذه المهمه. نعم، شكرا سيد ابراهيم جريبيه. اذا الهام، هذا ما لدينا هنا في الميدان.
سنواصل رصد العملية. إذا كان لديك سؤال يمكن توجيهه للضيفين سواء ممثل غرف الفلاحية أو الفلاح تفضل إليها. شكرا لك الزميل أحمد رشدي، نكتفي بهذا. أكيد سننتظر ماذا ستسفر عنها هذه العملية والتي ستنتهي يوم 17 جويلية، وننتظر أيضا النتائج.